شهر شباط كيف ما شبط وكيف ما لبط ريحة الصيف فيه. شهر شباط 28 يوم، لكن كل أربع سنوات يضاف إلو يوم لتكون سنة كبيسية، وعام 2016 سنة كبيسية بتضم 366 يوم. ما حقيقة شهر شباط؟ برمة الأرض حول الشمس بتستغرق 365 يوم وربع، بس هي عن حقيقة إذا بدنا نحكي أكثر حسب التقويم الجريجوري، حسب على العهد البابا جريجوريوس الثالث عشر سنة 1582، العلماء بهذيك الأيام كانوا كتير شاطرين دقيقين، اكتشفوا أنه 365 يوم وربع ناقص 11 دقيقة و14 ثانية. بقى هالربع هذا الوقت الإضافي وين بده يروح؟ كل أربع سنين بنضيف أربع ربع، يعني يوم إضافي. اليوم الإضافي بده ينزاد على شهر بالسنة، بما أنه شهر شباط 28 يوم، أقروا العلماء بهذيك الأيام أنه منعمل 29 شباط. بس سنة 2100 و2200 و2300 ما رح تكون سنة كبيس، لأنه رح يتغير الترتيب. الكبيس ما بعرف، كبيس يمكن انه كبست يوم اضافي، يمكن هيك اعتبر هو انه سنة 365 يوم جبنا نهار اضافي عليها وكبسناه بشهر شباط صار 29 يوم. بفتكر هذا التفسير بالعربي، بس اسم الاجنبي لانه بي سكستيل، سكستيل هي ست شهور، يعني بي هي اثنين، يعني 12 شهر. ماذا يعتقد الصينيون حول شهر شباط؟ وليش تكاثرت الأقاويل والأمثال الشعبية والحكايات حول هالشهر؟ السنة الصينية تبدأ دائماً أو بسبع شباط أو بثمان شباط. السنة هلأ تبدأ بثمان شباط، يعني هلأ بعد كم يوم. اللي بيحبوا يعرفوا عن الأبراج الصينية، السنة تخضع لبرج القرد أو برج السعدان، يرمز إلى الأم، لأنه الرجل هو واحد، المرة اثنين، يعني رجل ومرته، المرة هي رقم اثنين، رقم المرة ترمز إلى الأمومة. شوفي لاحظ، ترمز إلى الأمومة، والسيدات بيخلفوا بشهر شباط، عندهم الأمومة بشهر شباط، يعني في أسرار بالكون بتتسريها أنت، بتفكريها أنت أنه شغلة مصادفة، بس هي فعلياً مصادفات، منا مصادفات اعتيادية. بس حتى بالعالم الروحاني، يعني بتعرفي بالعالم الروحاني اللي بيؤمنوا انه في شيء اسمه الجن، في ناس ما بيؤمنوا فيه، مع انه مذكور بالقران الكريم سوره الجن. سنه الجن تبدا بشباط عمليا. مولود 29 شباط اللي عم بيحتفل بعيد ميلاده مره كل اربع سنوات، اجمالا الاكثريه بيعيدوا العيد يعني ب 28 شباط او ب 1 اذار، بس هو المنطقي انه يكون بشهر شباط. وهو اذا حاب يعرف تفاصيل عن يوم ولادته بيقدر يقرا 28 شباط او 1 اذار، لانه هو اصلا مولود برج الحوت. اكيد هو بده يكون انسان مميز حسب طباعه، لأنه الفلك ما أنصفه كما يجب، وهون هو لازم عليه أنه يتكل على نفسه، أنه يشد حاله أكثر، لأنه حظه بيركب عملياً كل أربع سنوات مزبوط، لأنه بتكون الشمس موجودة ببرجه ب 29 شباط مرة كل أربع سنوات. ما فينا غير نقول لمواليد 29 شباط استمتعوا بعيد ميلادكم هالعام واستفيدوا من الحظ الحلو، وننتظر لنشوف إذا فعلاً هالشهر وعام 2016 رح تحمل بطياتها الانفراجات.